حسب الظروف المختلفة. لما بيدخل على الرئتين يدخل حسب على يسر الالفيولاي الدقيقه هذه، ما يصيرش تلج والا حيصير جوا كراكس وهنخش في ايه؟ احنا بس نبرد ثواني كان رشحنا وحالتنا حاله. فما بالك لو كان المساله هذه دائما احنا معرضين للهواء الخارجي. الرئتين الالفيولاي مش معرضين للهواء الخارجي. بصير عمليه تدفئه. اذا صار عندي حاجتين، فلتريشن وتدفئه وورمينج، والثالث هيوميديفيكيشن. الهواء اللي بده يخش بده يكون رطب، ما يكون الجاف يجفف لي الميوكاس ويجفف لي الايه الالفيولاي. في عندي فيلم اوف ووتر هذا موجود جوا، اذا انا جففته تمام، اذا انا جففته بصير عندي انا كراكس وبصير عندي سبريد اوف انفكشن تمام. إذا عندي هاي ثلاث حاجات، وفي حاجة رابعة كثير مهمة، أنا لولا هالرئتين هدول ما بقدر أخطب كرة تخطبوني، لولا الإير باسجز هذه اللي فيها حاطين الزمارة فيها كده اللارينكس وحاطين لها حلق ولسان وشفايف وسوفت بلت وانتر كوستلز وابدومينال ماسلز ودايفرام، هذا كله طاقم في الاخر بيؤدي الى الفونيشن، بيؤدي الى سبيتش تمام. الكلام هذا طبعا له مركزيه بتحكمه وهي الاساس، بحيث انه هذا كل الطاقم اللي تكلمنا عنه من عضلات بتزيد الضغط في داخل الرئتين الى فوكال كوردز بتفتح وبتسكر، بتشد وبترخي، بتزيد الهواء وبتقلله عشان يطلع عندي انغام مختلفه من الصوت. فونيشن عمليه انه يطلع صوت رفيع ولا خميل ولا شديد ولا عالي ولا هادي، مربوط وين؟ في اللارينكس في الفوكال كوردز. بعدين الصوت اللي طالع هذا يتحول الى احرف، والحمد لله رب العالمين كلكم بتعرفوا المخارج وكلكم بتعرف صفات الحروف وكل حرف كيف بيطلع وين بينزل. هذه المرحله النهائيه تمام، اللي هي وانت بتتكلمي لا بتفكري انه حرف الحاء يطلع من الحلق ولا يطلع من الخيشوم ولا غيره، انت بس بتقولي حاء بيطلع لحاله، لانه في مركزيه في الداخل. احنا اول ما بدانا ننمو وتعلمنا سمعنا هذا الكلام من ايه؟ من الام، فبدانا نقلدها ثم برمجنا الدماغ عندنا لما نطلع الحرف او الكلمه او الفكره. احنا بنقول الفكره قاعدين قبل ما نعرف ايش بدنا نقول، بنكون طلعت على لساننا. يعني واحنا بنفكر بنتكلم، يعني مش بنفكر وبعدين هذه في غير لغه الام، بقرر واحد ايش بده يقول بعدين بيقول، لكن في لغه الام اللي مبرمج انت عليها بتفكري وبتتكلمي في نفس الوقت. الفكره ما فيش فرق ما بين انتقال الفكره الى كلام اي وقت محسوس، هو في فرق بس الفرق هذا ايه؟ مش محسوس من كثر ما هي الفكره. وانا بكلمكم قاعد بستغرب انا كيف انه الكلام قبل ما ايه؟ ما تطلع الفكره من راسي، مش عارف ايش بدي اقول، بسمعها سمع في الاخر. السرعه الرهيبه اللي بتم فيها ايه؟ نقل الفكره من المركز الكلام من مركز الفكره الى مركز الكلام. ومركز الكلام هذا فورا شو قديش سرعه الاعصاب، بحيث انه يزود ضغط الصدر عشان الصوت يعلى شوية أو يوطى شوية أو يظل منطلق مندفع حجاب الحاجز ضغط باستمرار عشان الانترا ثوراسيك بريشر يظل عالي، عشان طول ما هو عالي طول ما انه انا ايه في هواء مندفع على الخارج، والفوكال كورس بتزيد وبتقل بحيث انه تديني الصوت البيتش اللي انا بدي اياه. ثم بيجي الطاقم الاخير اللي انتم تكلمتوا عنه اللي هو طاقم المخارج والايه والصفات اللي يعمل لي الحرف اللي انا في الاخر. وعلم ادم الاسماء كلها، فاصبح انسان بيتكلم وبينطق وله قامه معتدله وله يدين. القفزه في الخلق ما بين الانسان وبين اي مخلوق اخر على وجه الارض غير الانسان قفزه ضخمه كبيره. مفترض انه لو هذا اجى عفويا بالصدفه زي ما قالوا، لقينا شيء قريب من الانسان هيك
90% وإشي 95% وإشي 99%، طنش. بعدين حنلاقي كان إنسان طويل وعريض بس من غير دماغه ما كملش تفكيره. يعني نلاقي إنسان طويل وعريض بس إيديه هذه كلها إيه، مش أصابع حلوة هيك، كلها إيه كذا، وإله دماغ. طب إيش حيعفي الدماغ اللي بفكر في الإنسان كويس؟ في عدم وجود الأصابع، في عدم وجود أشياء كثير. فبرجع تاني بقول الجسم بني برضه رب العالمين خلقنا على الاقتصاد، فالهواء اللي طالع كمان عمل لنا صوت وعمل لنا اشياء كلام وعمل لنا، هو داخل للنفس نفس، بس في نفس الوقت ما دام في ماكينه ضخ هواء اذا نستغلها برضه في ايه، في ايجاد ما يسمى بالصوت. ما عملش ماكينه ثانيه للصوت بس تشغل صوت وبعدين هذا يشغل نفس، لا اجت هذه مع هذه. اذا الجهاز التنفسي عندي هان بيعمل ثلاث اشياء مهمه، والشيء الرابع بخصش التنفس نفسه، يعني ثلاثة بتخص عملية التنفس، الهيوميديفيكيشن والوورمينج والفلتريشن بتخص عملية الهواء نفسه، لكن الرابع الفونيشن وظيفة إضافية يعملها الجهاز التنفسي، لكن ما لهاش علاقة هي إيه بالتنفس. يعني الرطوبة بتحمي، الفلترة بتحمي، التدفئة بتحمي، لكن الصوت هذه صفة إضافية رابعة. إذا الجهاز التنفسي هنا عندي بيبدأ بالنوز، الأنف، وما أدراك ما الأنف. الأنف في حاجز أنفي نيزال سيبتون في النص، وفي من الجناب طالع what is called كونكا، مجموعهم كونكي تنتين بالعرض ماشيين هيك عاملين زي الراديتر، حاجزين في وسط الإيه، بس بالعرض في وسط الإيه الفراغ الأنفي هذا، تشوف في الأنفي نيزال سيبتون في النص، وعندي من الجنب جاي كونكا أو كونكا سموها بعد شوية تيربينيت. ليش؟ لأنه الكونكا تؤدي إلى تيربولانس، بتلخبط الهواء، فقالوا إذا هذه تيربينيت هي كونكا عظميا لكن فانكشنالي سموها تيربينيت، هتكلم عنها بعد شوية. وعلى الجهة الثانية من النزل إيه؟ فإذا عندي أنفين في نزل سبتم وهان وهان تيربينيت، بيقسموا لي الهواء إلى ثلاث أقسام، هواء بنزل في في المجرى الوسطاني وفي النص وفوق، تمام. اذا صار عندي انا نيزل كافيتي ونيزل التيربينيتس ونيزل ساينسز، عندي انا هذا الهواء اللي داخل هان مشبوك في ساينسز. الساينسز لهم فائده في التدفئه والصوت الفونيشن تبع الصوت، لكن النيزل سبيس هذا اللي الهواء بخشه عشان يتفلتر ويتدفى وكذا، قديش مساحته؟ تصوروا لقينا عندي مساحة 600 سنتيمتر، 662 10 في 60 620 سنتيمتر مربع مساحة السيرفيس اريا اللي الهواء لما بيخش النوز بيخش فيها، تمام. المتر المربع 10,000 سنتيمتر، مش هيك؟ نحن نتكلم عن 600 620، يعني حوالي 10 سنتي عرض مثلا في 60 سنتي. هذا تصوروا النوز تبعنا هذا هل قد في سيرفيس اريا، له اهميه كبيره جدا في تنقيه الهواء وتدفئه الهواء اللي هو الهوميديفيكيشن وترطيب الهواء، تمام. النوز له دور، والتراكية إلها دور، والبرونكيوز إلها دور. طب خلينا نتكلم عن الموضوع هذا بشكل أوسع. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن خلاص بدأنا فيها نتكلم عنها. طب أوكي، نتكلم عنها مدام بدأنا الكلام حولها. النورمال ريسبيراتوري فانكشنز اوف ذا نوز، اذا بدانا الكلام عن مين؟ عن النوز، لانه الهواء اول ما بدخل بيقابل
النوز بيقابل هو الهواء داخل، لاحظوا الهواء بيدخل كده وبعدين بيغير اتجاهه، عشان كده فتحات الانف مش جايه قدام هيك، مش بس منظر جمالي، هو منظر جمالي جدا انه يكون لتحت، بس بعض الناس لقي مناخيرهم فتحات بشكل مزعج امامك كده، مش هيك؟ لكن فضل ربنا انه خلالنا مش بس منظر جمالي، لا كمان علشان الهواء يغير اتجاهه، تمام؟ وهالنوز شغلته الاساسيه يلخبط الهواء، يغير الاتجاهات في الهواء، لانه كل ما بيغير الاتجاه الهواء كل ما بيشغل النوز اكثر. كيف يعني؟ الغبره المحموله في الهواء الداخل، تمام، احجام مختلفه، بالقطع كلها الغبره وزنها اكثر من وزن البارتيكلز اوف اير، مظبوط؟ لذلك لما الهواء يبقى مندفع بشكل معين وحامل معه البارتيكلز، بعدين يصير تغيير في اتجاه الهواء، بغير اتجاهه اسرع ما بغيره مين؟ البارتيكلز. البارتيكلز بتضل مندفعة لانها ايه؟ الها كتلة، الها كتلة حركة، الها عزم، ايش بسموه انتم العجلة ولا ايش في التوجيه كنا زمان ندرس؟ ايه؟ الها وزن معين بخليها مندفعة بشكل معين. هذا بيؤدي انه الهواء بغير اتجاهه، لكن البارتيكلز هذه بتخبط في الحيط اللي هي ايه؟ اللي واجهتها. الحيط اللي واجهتها دي ميوكس ممبرين، مخاط بيلزق فيها الايه؟ البارتيكلز، تمام؟ اذا هو اول ما الهواء بخش بلاقى حاله غير اتجاهه، فبضرب في سقف الانف، بضرب في التيربينتس، فبتلاقي اتجاهه تشتت في كل اتجاه. البوليوشن بارتيكلز هذه الموجوده في الهواء بتبدا تغير اتجاهها، مش مندفعه كلها الى الايه؟ الى الرئتين. فبتتجه اول شيء لفوق ولتحت ويمين وشمال، فبتلتصق في الميوكس ممبرين المنتشر في كل مكان. تمام؟ غير كده في شعر في باب الايه؟ الانف. البيج بارتيكلز هذه بمسكها الشعر. الاصغر بتلزق وين؟ في الميوكس ممبرين. لحد 6 مايكرون بيلزق في الايه؟ يعني بيدخلش على التراكية الى البارتيكلز اللي حجمها من اقل من 6 مايكرونز، تمام؟ لاحظوا الهواء مندفع في التراكية، واذا ادانا 2 مين برونكاي، والمين برونكاي ادونا شوية برونكيولز، بعدين كل برونكيول ادى بيديني كم ضخم جدا من اللي هو التيرمينال برونكيولز، تمام؟ حاجة وستين ألف تيرمينال برونكيول. فهذا بيؤدي إلى أنه السبيس اللي الهواء كان ماشي فيه فجأة وسع، ففجأة الهواء اللي جاء مندفع خف حركته، بطئ. البطء هذا بيؤدي إلى أنه الأشياء الثقيلة يصير لها جرافيتيشنال بريسيبيتيشن، هتهدي التيار، فهذه هتروح هتلزق، هتهدى وهتلزق في الايه؟ في الميوكس ممبرين اوف ذا برونكيولز. البرونكيولز هذه قطرها حوالي 1.5 مايكرون، 1.5 مايكرومتر، تمام؟ هذه التيرمينال 1.5 مايكرومتر، وكل ما اعلينا لفوق شويه بيوسعوا شويه. قصدي اقول انا في مرحله من المراحل انه كميه البرونكيولر سبيس اللي عندي صار اكبر كتير من التراكية ومن المين برونكيولز، فبيؤدي الى انه الهواء الثالث هواء بتهدى في منطقه معينه، فبيؤدي الى انه ما يصلش الالفيولاي، ما يصلش الالفيولاي الا اللي حجمه اقل من 1 مايكرون، يعني اللي بين الخمسة والواحد بيكون لزق في الميوكس ممبرين تبع الايه؟ الاير باسجز، مش النوز، النوز بيكون عداه. اذا بيصلش الالفيولاي الا الاشي الاقل من 1 ايه؟ مايكرون البارتيكل تبعه. طيب الان السؤال انه هذا البارتيكلز اللي 1 مايكرون في اقل من مايكرون، اذا هذه هتندفع وتخبط في الميوكس ممبرين تبع مين؟ تبع الالفيولاي، وهتخش في الميوكس ممبرين تبع الالفيولاي، تمام، باي ديفيوجن، باي ايش مكان، باي هذه شغله الماكروفاجز. الالفيولاي وول، الالفيولار وول فيها قلنا تايب 1 ابيثيليوم
وتايب 2 ايبيثيليوم ايش تايب 2 بيصنع؟ سيرفاكتنت. سيرفاكتنت نسيتوها انتم. سيرفاكتنت سيرفيس اكتنج ايجنت. سيرفاكتنت. طيب في كمان عندي ماكروفاجز موجوده بين السيلز هذه بتهاجم المواد هذه وبتاخذها وبتنظف الالفيولاي منها. الاشياء اللي اقل من نص مايكرون في الغالب خفيفه بتخش وبتطلع مع مع الهواء بدون ما يصير لها بريسيبيتيشن. لكن السموك بارتيكلز الدخان بنلاقيها 0.3 مايكرون. تمام بتخش وبتطلع، لكن لوجودها كتير بتعمل رياكشنز واشياء بعد كده مزعجة. هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في لما اتكلم عن الانفيزيما. اذا عندي انا هنا النوز هذا مش معمول هيك، مش بس زي اللوزة عشان ننبسط، لا ما بعد اللوزة. اذا اللوزة هذه بتغير اتجاه، لذلك منها عريض ومن هنا برفع عشان الاتجاه الهواء اللي داخل هيك عاود يغير اتجاهه، بيصطدم بالتيربينتس تيربينتس تيربولانس تيربينتس توربين او تيربينت شيء بيشتت. هي كونكا ومغطيه ابيثيليوم لكنه نو فانكشن تبعها تيربينت تعمل تيربولانس، فلذلك سموها تيربينتس. وهكذا. اذا بنزل عندي عمليه الفلتريشن تاخذ مراحل مختلفه. في النوز في فلتريشن بشكل في التراكية والبرونكايز والبرونكيولز لهم تنقية بشكل تاني. الفيولاي بيكون بلس أو ماينس أو دائما ماينس مش بلس وين فهرنهايت من من البادي تمبريتشر. يعني هو داخل بيكون دفي ما يكفي انه يصل الفيولاي من غير ما تحس فيه نفس الحرارة. one Fahrenheit difference بس. قديش الفرق بالنسبة للسنتي سنتيغريد جزء منها. تمام. اذا الهيوميديفيكيشن هتلاقي الهواء ترطب ترطيب مشبع 2-3% اقل من التشبع. 2-3% اقل من highly modified highly humidified. تمام. بالنسبه للبارتيكلز احنا هنتكلم عنها بالتفصيل. تكلمنا عن النوز السايز اوف بارتيكلز هان، قلنا انه عندي البارتيكلز الكبيره البارتيكلز اللي اكثر من 6 مايكرون او يعني اكثر من 5 لحد 6 خلص منها النوز. اوف ذا ريميننج بارتيكلز ماني ار بتوين 1 الى 5 مايكرونز ذات سيتل ان ذا سمولر برونكيولز از ا ريزلت اوف جرافيتيشنال بريسيبيتيشنز سام ستيل اللي هو اقل من 1 او 1 فما اقل سيل السيل سمولر بارتيكلز كان ديفيوز اجينست ذا وول اوف ذا الفيولاي اند ادهير تو ذا الفيولاي and many are طيب ماشي. vocalization اذا الجزء الاخير اذا كانوا humidification و filtration تكلمنا عنها و humidification. طيب اذا filtration humidification و warming. warming موجود عندنا بالاضافه للنزل سبيس هذا عندنا النزل sinuses تستخدم في الوارمينج اوف ذا اوف ذا اير بالاضافه لانها لها دور في في السبيتش تبعنا. السبيتش احنا بنقسم لحاجتين. السبيتش عندنا فونيشن و ارتكيوليشن اند ريزونانس. فونيشن اللي هو الصوت اللي بيطلع اللي متعلق بصوت شديد رفيع رخيم خشن ما اعرفش ايش، هذه كلها مسؤوليه مين؟ الفوكال كورد. اما الارتكيوليشن التفصيل والمخارج تكلمنا عنها. اما عن الريزونانس، الريزونانس انه الهواء يمر في طبل في مناطق تعمل صوت طبل
الجيوب الانفيه بدي له الصوت اللي هو لما احنا نبقى مرشحين ومسكر الجيوب الانفيه من حد ما الواحد يتكلم اول كلمه كيف حالك يا ديما، مالك، سلامتك، ايش فيه، كيف عرفت انه عندها من الصوت عرفت انه في عندها رشح لانه بسكروا النزل ساينسز فالصوت بتغير تماما. فالصوت هذا اللي بيتميز ريزونانس تبع الصوت راح، ريزونانس الفراغات اللي بيمشي فيها الصوت بديله الرنين هذا النزل ساينسز. الماوث نفسه انه في عندي ماوث انا موجود تمام ضخم كبير هيك بدي صوت. الرئتين نفسهم تمام ضخام بيطلع الصوت منهم، الحنجره كذا، هذه الفرق مساحات بيمشي فيها الصوت تدي له رخامه تدي له ريزونانس. الارتكوليشن اللي هو تعمل من خلال الحلق والسوفت بلت واللبس والتانج تعمل ايه اللي هو مخارج واحرف وتشكل وتغير وتعمل سبب. اما الفونيشن نفسه الفوكال كوردز هدول طبعا عندنا في هم اسمهم فوكال فولدز اساسا، اسمهم ايش؟ فوكال فولدز، لان طيهان وطيهان على الفوكال كوردز في اللارينكس، طيه واحده يعني الفوكال كورس مش 1000 ولا 100، هم 2، لكن انهم مشبوكه منهم مجموعه من هم شابكين في الغضاريف الحنجره، بس الغضاريف هذه مشبوكه بمجموعه من العضلات بتشد على الفوكال كوردز تمام، بيخلي عندي انا اصوات الفونيشن، عمليه الفونيشن اللي بتتم تمام. اذا هذا بالنسبه لفوائد اخرى غير تنفسيه بالنسبه لمين؟ لا ال لا الجهاز التنفسي normal the functions of the nose. طيب نرجع تاني لأشياء أنا غطيتها شوية عشان إيه نكمل الموضوع، عندنا حضر ربع ساعة أعتقد. الان عندي انا هنا ريسبيراتوري باسجز، عندي التراكية سبورتد بالايه بالكارتليجز السي شيب او اليو شيب كارتليج، مش كده؟ كل ما نزلنا لتحت بنصل ل بيقل الكارتليج وبزيد ما بمحل الكارتليج مور ماسكولار تيشو، لدرجه انه عندنا في البرونكيولز the bronchioles are not present blades the blades are not present اللي هو الكارتج blades in the bronchioles. وقتش بقدر اقول انا وصلت لبرونكيول؟ لما يكون عندي ايه بطل في كارتج. انا قبل البرونكيول في عندي برونكاي، بتصغر البرونكاي اصلا بس طول ما فيها supported by cartilage. البرونكيول بين الكارتج موجود fibrous tissue ومسلز، لكن لما اخش على البرونكيولز انا لقيت جاست فايبرس تيشو ماسلز من غير ايه. طب كيف بضل فاتحه؟ اللي بيفتح الالفيولا بيفتحها، النيجاتيف بريشر الموجود برا هذا شددها، الكومبلاينس تبع الالاستيسيتي تبعت التيشوز تبعت اللانج فتحها شدها. ماسكولار وول اوف ذا برونكاي تكلمت انا عنه، ريسبيراتوري برونكيولز الريسبيراتور برونكيولز which are هنا بعد البرونكيولز تكلمت عنها فيش فيها كارتليج، جتني ريسبيراتور برونكيولز فيها عندنا ابيثيليوم شبيه بالالفيولار ابيثيليوم، لكن ما فيش عندي انا ماسكولار تيشو كتير، mainly fibrous or some muscle fibers which is mainly pulmonary epithelium and underlying fibrous tissue plus few muscle fibers. هذه الايش الريسبيراتوري برونكيوز، عشان كده بتضل رقيقه عشان تساعد في التبادل الغازات. الاوبستراكتيف ديزيزز ممكن يكون عندي انا يعني هو معظم المشاكل الديزيزز في الرئتين انه يعملوا ايه، انه يعملوا ديستراكشن يا ناروينج. هنتكلم عن الانفيزيما بتعمل ديستراكشن وعن البرونكال ازمه بتعمل ايه ناروينج. اللي عندي اذا الان صار عندي برونكيولز ممكن تنسد فيها ميوكاس، يمكن يصير فيها اديمه تضيق، ممكن مسل سبازم، يعني ثلاث حاجات تعمل لي ناروينج اوف ذا ايه
برونكيال تري، يا اما بلاج اوف ميوكاس السد افرازات سدت اليومن، يا اما اديما في الوول ورمي الايه الكارتليجز الصغيره او اللي هو التيرمينال برونكيوز اللي هي مينلي ماسكولار، حتعمل سبازم فهذا بيؤدي لي الى الايه. لذلك الريزيستنس احنا وين بنلاقي ريزيستنس اكثر شيء؟ الريزيستنس بنلاقيها اكثر شيء في نهاية البرونكاي في أول البرونكيوز، نهاية البرونكاي وأول البرونكيوز، لأنه إذا دخلنا على البرونكيوز إحنا بروبر هنلاقي عنا إيه متسع ضخم. إذن الهواء اللي داخل في الرئتين هذا مدخل من نوز واسع إلى لارينكس الى تراكيا الى برونكاي، تتفرع مين وبرانشينج برونكاي، بعدين بتفقد الكارتليج تبعها بصير برونكيو. بس بعد ما نخش البرونكيولز الريزيستنس بتروح. ليش؟ لانه صار عندي 65,000 برونكيول مقابل المجموعه القليله من الايه من البرونكاي، فبيؤدي الى انه لو ريزيستنس اللي فات نزل ضغط الهواء المندفع، خلي الهواء يهدى ويروق، هذا بيصير خلي الهواء يصل للالفيولاي مش مندفع حتى ما يجرح الايه الالفيولاي، هذه اللي اشبه بالسلوفين ممبرين الرقيق، تمام، اللي اقل شيء بمزعه. اذا عندي ريزيستنس في المنطقه هذه، لكن عندي برونكيولز أضيق 1.5 ملليمتر برونكيولز وفيها مسلز، يعني من العملية تكلمنا عنها مشوية، الضيق هذا بيؤدي أي ميوكس يسكرها، أي سبازم يسكرها. إذا ممكن يصير عندي الديسيسز أكتر تيجي من إيه من السمول برونكيولز هذه، لأنه بيصير فيها السبازم، بيصير فيها ضيقة السكريشنز بتسكرها، الإديمة بتخفيها نهائي. اللنجز هذه السيستم هذا في نيرف سبلاي، في نيرف سبلاي، في عندي سمباثيتك، اوكي في نيرف سمباثيتك على الاوتر اوف ذا لنج، لكن انسايد ديب ان ذا ان ذا ديب ان ذا ان ذا لنج ذير از نو سمباثيتك ستيميليشن، لكن النور ادرينالين والادرينالين بيصلوا اللنج اللي جايين من وين؟ من السوبرارينال المظله، تمام، مش محتاجين انه السمباثيتك ستيميليشن تيجي باي ذا نيرفز ذيم سيلفز، لكن الكيميكالز اللي بتطلع اللي هو ايه كيميكال ترانسميترز تبعت السيمباثيتك نيرف سيستم اللي هي النور ادرينالين نور ابينفرين والابينفرين نور ادرينالين، هدول بيمشوا في الدم بيصلوا، يعني لهم تاثير في ريسبتورز موجوده تستجيب لمين؟ للادرينرجيك ستيمولاي، لكن النيرف اندينجز نفسها قليله في داخل اللنج، لكن في عندي ريسبتورز تستجيب للادرينالين والنور ادرينالين. السمباثيتك وقتش بيطلع في وقت الطوارئ، وقت الطوارئ انا محتاج نفس اكثر، فالادرينالين اكثر فالبرونكيولز بتوسع والبرونكا بتوسع والنفس بصير ايه بصير اكثر، اخش نفس بيطلع، بيديني السمباثيتك استعداد بس مش باي اتس نيرف تيرمينال دايركتلي، لكن عبر مين؟ مين اللي عبر السوبرانين الادرينالين، تمام. اذا الستيميوليشن ها بيمنع الاسبازم تبع المسلز، تمام، بيمنع الاسباز تبع المسلز وبيعمل ريلاكسيشن للبرونكيولز بتتوسع، في حين الباراسمباثيتك بيعمل اسبازم في وجود الريتنت واحد عنده حساسيه، ريحه شديده دخلت، كلور دخل، ريحه قاتله نيتريك اسيد دخل، عمل له اريتيشن، الاريتيشن هذا بيعمل انفلاماتوري بروسس ايديما وبلج وسكريشنز وتسديد، وفوق هيك وهيك وهيك بيتنكد وبيضطرب وبيعمل كمان سوبر امبوزد، بيجينا عنده كمان باراسمباثيتك ستيميليشن، بيعمل سبازم كمان لمين؟ للمسلز، تمام. فالسمباثيتك باراسمباثيتك بينكد على الانسان من ناحيه الرئتين لانه بيعمل سبازم فوق الهم الاساسي اللي هو الاريتيشن اللي عملت لي بلجز وعملت لي ايديما وعملت لي مشاكل. الباراسمباثيتك منتشر في كل مكان، مور بينتريتنج للايه لللنجز، مش زي السمباثيتك لكنه تاثيره هنا سلبي عكس الجي اي تي، تكلمنا ولا ما اعرفش تكلمنا ولا لا، تكلمناش مع كل الساعه الجي اي تي،
الباراسمباثيتك هان بيعمل ناروينج وخاصه اذا صار في سبازم. السمباثيتك لا بيفتح لي الرئتين، بيقلل الاديمه الموجوده، بيمنع الناروينج في الـ في الريسبيراتوري تري، بيديني مور ابيليتي تو هاف مور اير اند مور اكسجين. وهذا طبيعي جدا انه في السمباثيتك تبع الطوارئ انه يديني الفيول اللي لازمنا لمين للطوارئ اللي هو الاكسجين. هنا عندنا اللوكال سيكريتوري فاكتورز اوفن كوز برونكال كونستريكشن. لما يصير انتيجن انتي بودي رياكشن او اريتيشن باي اني سبستانس، بنلاقي احنا عندنا في ماست سيلز بتنفجر وبتطلع لي هيستامين او سلو رياكتيف سبستانس اوف انافيلاكسيس. هدول المواد الكيميائيه بتؤدي الى الاديمه والى النروينج والى السبازم والى المشاكل اللي بتصير دائما. بصير اذا الريتيشن للريسبيراتوري تراك بتؤدي الى انه الماسلز تنفجر وبتؤدي الى ايه خروج الهيستامين، بيعمل لي البيكتشر اوف ازمه نروينج وسكريشنز كثيره تمام وسلو رياكتيف سبستانس از ويل. ميوكاس لايننج اوف ذا، الميوكاس تبع البرونكال تري موجود في اتجاه الحلق، فتحت الفارينكس بتضرب في اتجاه الفارينكس بتمشي وفي النوز بتعمل اتجاه عكسي مش كده؟ تصوروا لو تلخبطت كان الميوكاس كله بده ينزل ايه على الايه على الالفيولاي سكرها، لكن عند الالفيولاي بيطلع لفوق وعند النوز بيطلع بنزل لتحت كله في اتجاه مين؟ في اتجاه، بحيث انه احنا قاعدين عدة مرات غيرنا ميوكاس لكن بيبلعه بسهولة من غير ما نحس فيه. وقتش احنا بنحس انه في مشكلة؟ لما يصير السكريشنز اكتر من اللازم، فبصير تحس انه في ميوكاس بده يطلع او بده او بده. طيب الكوف ريفليكس والسنيزنج اخر اشي بدي اقولهم. الكوفينج مش كف هو كف، الكوف ريفليكس كوردز اريتيشن تحت الايه البوكال كوردز، بيصير السيميليشن للافرنت نيرفز اوف ذا فيغاس تمام، بيرجع لي اشاره تعمل الكف اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن انه انا اسكر الابيجلوتيس، اسكر المخرج اللارينكس تمام، وابدومينال ماسلز بتشد، انتركوستال ماسلز بتشد، الماسلز اوف اكسبيريشن بتشد، بيعلى عند الضغط في داخل الرئتين بعدين فجاه بيفتح الابيجلوتيس كل شيء بيطلع على شكل ايه كحه، نفس مندفع قد يصل سرعته ل 70 ميل في الساعه، مندفع جدا تمام 70 ميل في الساعه بيؤدي الى انه وانا بضغط قاعد كمان الميوكاس او الابيثيليوم اللي بين الكارترج رينجز الرئتين تندفع هذه المناطق الى اليومن تمام، مضغوط عليها من برا هي طريقه بتخش لجوا، هذا بيؤدي الاشياء اللي موجوده في السليتس هان المخبيه كمان مع الضغط تصير في اتجاه الهواء، بحيث انه اي حاجه غريبه تاخذها الايه الاندفاع التيار الهوائي. السنيزنج الاريتيشن بيكون وين؟ في الـ above في النوز، فهذا بيؤدي الى نفس البيكتشر لكنه عندي كمان الاثناء بعد ما الضغط يعلى اليوفيولا بتنزل لتحت اللي هو السوفت بلت بينزل لتحت في اتجاه التم، بيخلي انه الهواء اللي اندفع من التراكية ساعة ما الابوغلوتس فتح انه مش يطلع من التم، يطلع من الايه من الانف، لانه هذا طريقته، فبيؤدي الى تنظيف الانف من الايه من اني فورين ماتيريال. النيزل الريفلكس تبع السنيزنج الافرنت تبعه تريجيمينال، الايفرنت الفيجل هو الكوفينج الافرنت تبعه مين؟ الفيجل نفسه والايفرنت فيجل الجهتين. اذا عندي ستيبس هنا 2.5 لتر من الهواء، بناخذ نفس غميق بعدين بسكر بعدين بزيد الضغط بعدين ايه بندفع 2.5 لتر rapidly inspired the epiglottis closes abdominal muscles contract forcefully مش بس هما وكل الاكسبيراتوري ماسلز بتضغط forcefully بعدين
Fourth, the vocal cords and the epiglottis suddenly open widely. وإيه بيندفع الهواء بسرعة 70 إلى 100 مايل بير إيه مايل يعني يضربه في 2.4 في 1.6 المايل في 1.64 أظن فسرعة رهيبة بتنط ال 200 كيلو متر في الساعة تمام وهكذا بنكون إحنا إيه تكلمنا عن الفصل الأول خلصنا الفانكشنز المختلفة هذه اللي بتساعدني في الريسبيريشن والله يعطيكم العافية ومين إلها سؤال؟